أعلنت مراسلة العربي شن الاحتلال غارة إسرائيلية على محيط وادي برغز وأطراف بلدة العيشية التي أسقط فيها حزب الله مسيرة ليلة أمس. وأعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة من نوع هرمز 450 فوق بلدة العيشية كانت في مهمة قتالية. كما أعلن استهدافه بالصواريخ تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة والتجهيزات التجسسية مقابل قرية الوزاني. من جهة ثانية أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه عرب العرامشة في الجليل الغربي وسقطت في مناطق مفتوحة. من الجليل الأعلى ينضم إلينا مراسل عربي أحمد جرادات. أحمد، آخر بيانات الجيش الإسرائيلي بشأن التطورات على الجبهة الشمالية. نعم، يعني في الساعة والنصف الماضية ريما دوت صافرات الإنذار في 19 منطقة في إصبع الجليل وفي بينها أيضا كريات تشمون، وذلك خشية تسلل مسيرات. حتى اللحظة لم يعقب الجيش الإسرائيلي على هذه الصافرات، ولكن الإعلام الإسرائيلي يقول بأنه تم اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الحدود من الجانب اللبناني، يرجح بأنه مسيرة. وفي تلك المنطقة شوهدت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وهي تنطلق، والحديث دور عن أكثر من اعتراض حدث في الساعة والنصف الماضية وتحديدا في إصبع الجليل. هذا اليوم تكررت صافرات الإنذار أيضا في الجليل الغربي في منطقة عرب العرامشة، وذلك بسبب إطلاق 3 قذائف صاروخية نحو تلك المنطقة. تقول إسرائيل بأنها سقطت في مناطق مفتوحة، ولكن في ظل الاستعدادات الإسرائيلية وحالة التأهب تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي سيدخل هذه الليلة، قال الجيش الإسرائيلي بأن قوات مستعدة على هذه الحدود، وهناك حالة من التأهب في البر وفي الجو، وهي على حالة من اليقظة المرتفعة من منطقة جبل الشيخ وهي المنطقة الموجودة في هضبة الجولان السوري المحتل وحتى رأس النقورة، بمعنى آخر بأنها مستعدة على طول الحدود مع لبنان لأي حالة ولأي تأهب قد تحدث على هذه الحدود. وهناك حركة نشطة للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء الجليل الأعلى في هذه الأوقات، وفي الأيام الأخيرة نشهد مثل هذه الحركة الكثيفة للطائرات الحربية الإسرائيلية. أيضا تواصل إسرائيل استهداف مناطق في الجنوب اللبناني، وتحاول منذ أكثر من عدة أيام استهداف وقصف مباني بعد دخول عناصر من حزب الله إلى داخلها وفقا للبيانات الإسرائيلية، وهذا الشيء تكرر في الأيام الأخيرة وأيضا هذه الليلة. ولكن الحدث الأبرز في الساعات الماضية هو إسقاط عناصر حزب الله لطائرة استطلاع تابع للجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أقر بهذه الحادثة وقال بأنه فتح تحقيقا وضرب المنطقة التي أطلقت منها القذائف الأرض جو التي استهدفت هذه المسيرات، ولكن شدد الجيش على استمرار اختراق الأجزاء والأجواء اللبنانية. شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من الجليل الأعلى.